la commune de l'Arbé. Donc, je suis le président de l'association ADEP Nantin de Paris. بروفيسور مدني بروفيسور حرودي وجميع الاطباء وجميع الممرضين يعني اشتغلوا منذ المجاء ديالهم يعني يوم الجمعه وغادي يستمر الى غايه يوم اليوم في الليل ولا ما انتهتش العمليه ممكن تبدا تباشر حتى مارس. تفوتني فرصه باش نشكر يعني جميع من شارك يعني في العمل الخيري وخصوصا السيد يعني الديليغي بروفانسيال المندوب الاقليمي والسيد مدير المستشفى يعني اللي وجدوا جميع الامور هنا باش تدوز على القافله الجراحيه 100%. ويعني والشكر موصول لكل من شارك من قريب ومن بعيد في هذه القافله وخاصه يعني الممرضين اللي كاينين هنايا والناس اللي كيشتغلوا في المستشفى والناس اللي حرصوا على اطعام الناس يعني على هذه القافله هذه وخاصه الناس ديال الادب ديال الجهه الشرقيه اللي يعني لولا الوجود ديالهم لكانت يعني ما كانش غادي يكون طعم لهذه العمليات لهذه القافله هذه. يعني انا جد مسرور بزاف يعني كنشوفوا من زرنا الناس اللي خرجوا من لي بلوك من لي زوبيراسيون الناس فرحانين الحمد لله رب العالمين وهذا العمل الخيري هذا ما يمكنش يكون الا ما كانت تضافرت الجهود هذه يعني من قريب من بعيد لا للصحافه ولا للطاقم الطبي ولا للطاقم يعني الاداري ولا من قريب ومن بعيد وان شاء الله الايام المقبله يعني في العمليات اللي جايه يكون خير ان شاء الله تعالى وكنوعدكم بان القوافل ما غاديش تكون يعني غير في الجهه الشرقيه هناك لا ميزون بلاس ديال نونتين ديال كازا لا ميزون بلاس نونتين ديال مراكش يعني باش نحاولوا نغطيو جميع التراب الوطني لان ادب الان ما كتشوفش يعني غير يعني واحد ما قدرناش ان نوصلوا حتى لاقصى الصحراء لان لا دي لو ديباسمون كانت ان بو ديفيسيل اون بليس سا اني اون تران دو فوار مع وزاره الصحه اللي مشكوره الشكر موصول وشكر كبير جدا للسيد وزير الصحه اللي يعني اللي عندنا مع اتفاقيه ويعني مهد لنا الطريق مع يعني المندوبين لا الجهويين ولا يعني الاقليميين وان شاء الله تعالى الايام المقبله غادي نشهد يعني انطلاقه مجموعه من القوافل ان شاء الله تعالى لا الطبيه ولا الجراحيه وخاصه الجراحيه لان الهدف من القوافل الجراحيه هو يعني امتصاص ذاك الضغط ولا ليز داتونت اللي كاينه في لي زوبيتو او نيفو دونك سوا ريجيونال سوا بروفانسيال وان شاء الله خير في الايام المقبله وشكرا لكم بزاف لان العمل اللي كتقوموا به هو عمل كبير بزاف مره ثانيه ما تفوتيش فرصه باش تشكر السيد مدير المندوب الاقليمي ديال مدينه كرسيف والسيد مدير المستشفى لان بصراحه داروا بزاف ديال الحوايج شكرا وبارك الله فيكم. هذه القافله اللي بريزيدي باغ كيل ميدسان هذه القافله هذه دونك كانت يعني بريزيدي باغ بروفيسور حدودي بروفيسور مدني اللي قلت انا ما نكتفيش على انني نقول ان هاد الناس عطوا الاطباء هادو ملائكه دابا تمشيو فوق الارض لان الناس هادو تيخليو جميع الوقت ديالهم خليو الويكاند ديالهم خليو العائلات ديالهم خليو يعني كلشي الاشغال ديالهم وتيتنقلوا يعني في مجموعه من المدن يعني واخا تشكر حتى تعيا واخا تمدح حتى تعيا ما توصلش يعني يعني بصراحه الشخصيه من طينه البروفيسور حرودي ولا البروفيسور مدني يعني كنتمنى على انها تتكرر يعني والطاقم الطبي كله اللي داخل البلوك ولا خارج البلوك ولا الطاقم الاداري كنتمنى على انها تتكرر يعني في التراب الوطني باش تلقى بروفيسور يعطيك الوقت ديالو في هذه الوقيته هذه سي با دوني زعما ما صراحه سي با دوني شكرا لهم بزاف وان شاء الله الرحمن الرحيم نلقاو في الكبيره اللي جايه ان شاء الله نوعدكم بهذا الجديد ان شاء الله تعالى وشكرا لكم انت تبغوا بزاف الصحافه يعني الجهويه ولا الصحافه الاقليميه ولا الاخوان اللي حاضرين كلهم شكرا يعني بزاف 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 ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.